العافية. اليوم راح نحكي عن لاب جديد اللي راح نحكي فيه عن السترين ميجرمنت اند سترين جيجز. اوكي، هلا احنا غالبا بنستخدم السترين جيج كتول او كأداة نقيس فيها السترين بناء انه على التغير في المقاومة، هلا الريزيستنس يعني. اوكي، هلا غالبا السترين جيج عندي اياها زي هيك، هي بتكون شريحة فيها سلك معدني غالبا كبر او something. اوكي شباب، الواير هذا والسلك هذا في له طول L. اوكي، هلا اذا عندك سلك طوله L مساحته A، المقاومة تبعته R، الريزيستنس تبعته R، بدها تكون بتساوي عندي اياها ايش؟ رو L مقسومة على A، الطول L المساحة A، الرو هي مقاومية المادة. اوكي شباب، اوكي، هلا في حال صار في عندك تغير في الطول L قيمته دلتا L، راح يصير في عندك تغير في المقاومة R او الريزيستنس R بمقدار دلتا R. اوكي شباب، اوكي، هلا من التغير بالريزيستنس هذا بنقدر نعرف التغير في الطول. اوكي، هلا التغير في الطول اذا بنقسمه على الطول L حيصير انه عندك ايش؟ السترين. اوكي شباب، هلا من يتغير الريزيستنس دلتا R بنعرف دلتا L، منها بنعرف ابسيلون. اوكي شباب، اوكي، هلا اذا بنقسم دلتا R مقسومة على R ودلتا L مقسومة على L، المقدار هذا بدي اسميه K. الكي هاي بسموها الجيج فاكتور. الجيج فاكتور هو ايش؟ هو لكل استرين جيج في عندك كي. اوكي، هلا هاي بتجيك من المصنع تبع الاسترين جيج. اوكي شباب، هلا هون اذا بنعرف دلتا ال مقسومه على ال عندي اياها الاسترين ابسيلون، اذا الكي بتساوي عندي ايش؟ دلتا ار مقسومه على ار مقسومة على إبسيلون. أوكي، هلا إذا بنرسم الاسترين إبسيلون مع التغير دلتا R مقسوم على R، السلوب تبع اللاين هذا اللينير اللاين هذا عندي يا بدي أسميه K. أوكي، هلا السلوب هذا أو الكيرف هذا بيجيك مع كل استرين جيج بنشتريها من السوق. أوكي شباب، أوكي، هلا غالبا إحنا ما بنستخدم 1 string gauge في القياسات، لا بنستخدم أكثر من string gauge. هل هم مقاومات راح نجمعهم ب 1 circuit. أوكي، هلا في circuit مشهورة كثير بسموها Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge هي circuit شهيرة كثير بقياسات string. أوكي، هلا البريدج هذا عندي شكله زي هيك، عندك 4 ريزيستنسز. اوكي، ار 1 ار 2 ار 3 اند ار 4، كل واحد عندي فيها سترين جيج، عندك كمان فولتج بي انبوت، عندك قياس للفولتج بي اوتبوت. اوكي شباب، هلا في السيركت هاي اذا بصير اذا بيكون عندك انه ستيبل سيركت فيش تغير بالمقاومات، في اوتبوت بتساوي عندي اياها في انبوت. اوكي شباب، اوكي، اما اذا صار في عندك تغير بواحدة من المقاومات اللي عندي اياهم هون، شو بصير؟ راح يصير في تغير بالفي اوتبوت، هاي الفولتج الاوتبوت فولتج. اوكي شباب، هلا من تغير بالفولتج هاي بنعرف تغير بالريزيستنس اللي منه بنعرف تغير في الاسترين. اوكي شباب، اوكي حلو، هلا اذا بدك تعمل سيركت اناليسيز لل
السيركت هاي تطلع الريشيو بين في اوتبوت وفي انبوت راح يطلع عندك اياه زي ما راح اخوض كثير في الاشتقاق على شنكو مش مطالبين فيه. اوكي هلا هون في اوتبوت على في انبوت بتساوي عندي ايش ربع في دلتا ار1 مقسوم على ار1 ماينص دلتا ار2 على ار2 بلس دلتا ار3 على ار3 ماينص دلتا ار4 مقسوم على ار4 سكرت. اوكي شباب اوكي هل احنا بنعرف سابقا ايش انه دلتا ار مقسوم على ار مقسوم على ابسلون الاسترين يعني بتساوي عندي اياها كي او الجيج فاكتور منها ايش دلتا ار مقسوم على ار بتساوي عندي اياها ابسلون اف كي بعوضها هون راح يطلع معك في اوتبوت على في انبوت بتساوي عندي اياها كي على 4 في ابسلون 1 ماينس ابسلون 2 بلس ابسلون 3 ماينس هاي يا شباب ماينس ابسلون 4 اوكي ماينس اوكي حلو هلا في عندك اكثر من نوع او مره ثانيه اذا بصير في تغير بالدلتا ار حيصير في عندك تغير في ابسلون المقابل لها اوكي شباب اذا عندك تغير في انه ار1 راح يصير في عندك تغير في ابسلون 1 اوكي اذا عندك تغير في ار3 حيصير عندك انه في تغير في ابسلون 3 اند سو اون اوكي هلا غالبا الويت ستون بريدج هذا في له اكثر من نوع اكثر من تايب هلا التايبز تبعونه الفول بريدج البريدج الكامل هلا في البريدج الكامل هذا بيكونوا عندك في استفين جيجز زي ما عندي هون عندك انه في فور استفين جيجز اوكي شباب هلا البي اوتبوت على بي انبوت حتكون عندي اياها زي هيك بس هاي مره ثانيه عندي اياها ماينس اوكي شباب اوكي هلا في نوع ثاني بنطفي فيه تو استفين جيجز بنشيل هاي بنشيل هاي بنشيل ان ار 3 اند ار 4 اوكي اذا بنشيلهم ما في عندي التغير في دلتا ار صح اوكي منه هذول راح يصيروا عندي اياهم زيرو اوكي راح يصفي عندك في اوتبوت على في انبوت بتساوي عندي اياها كي على 4 ايبسلون 1 ماينس ايبسلون 2 اوكي عندك في نوع الثالث بسموه دياجونال بريدج اللي فيه ايش بنطفي الدياجونال هذا اوكي بنشيل ريزيستنس هو الريزيستنس 4 حلو راح يصفي عندك ايش دلتا ار 2 صفر دلتا ار 4 كمان عندي اياها صفر بعوضهم هون راح يطلع معك هون في اوتبوت على في انبوت بتساوي عندي اياها كي على 4 ابسلون 1 ماينس ابسلون 4 سامحوني ابسلون 1 ماينس ابسلون 4 اوكي حلو في عندك نوع رابع انه بنطفي كل الاسترين جيجز اللي عندي اياهم هون نطفي ريزيستنس 2 ريزيستنس 3 اند 4 اوكي يبضل عندك بس ايش شغال اللي عندي اياهم ريزيستنت ار1 اوكي هلا بعد ما طفيهم حصير عندك ايش دلتا ار2 دلتا ار3 دلتا ار4 كمان عندي اياها صفر اوكي بتصفي عندك الايكويشن بي اوتبوت على في انبوت بتساوي كي على 4 في ابسلون 1 اوكي طيب هلا باللاب ايش بدك تعمل يعني؟ هلا في اللاب ايش بدك تعمل باللاب انه بدك تجيب تو هاف بريدج سيركتس هاف بريدج اللي عندي اياهم اوكي انه بدك تكون طافي ريزيستنس 3 اند 4 حلو حتكون عندك الايكويشن عندي اياها هون هاي بس بي اوت على في انبوت كي على 4 في ابسلون 1 ماينس ابسلون 2 اوكي واحد بثبتها على التوب اوف
ذا بيم فوق البيم على التوب السيرفس تبعه، واحدة بثبتها على البوتوم السيرفس من تحت يعني. اوكي حلو. هلا واحدة بتقيس لك فوق وواحدة بتقيس لك تحت صح. تنساش انه كل انه هاف بريدج عندك انه فيه تو تو جيجز اور تو سترين جيجز زي ما عندي هون. هلا هون هاي شكلها الله. اوكي هلا قبل ما نعمل اي فورس ابلكيشن احنا كنا هون. اوكي عندك هاف بريدج واحد بقيس لك الثاني كمان بقيس لك واحد منهم راح يكون عندي بقيس ايش the axial strain واحد بقيس لي lateral strain. اوكي واحد على يعني two gauges على التوب سيرفيس وانه عندي كمان two gauges على البوتوم سيرفيس. واحد منهم بقيس لك the axial strain واحد بقيس لك lateral strain. اوكي يا شباب اوكي عندك واحد على التوب وواحد على البوتوم او انه هاف بريدج سيركت فوق وانه هاف بريدج سيركت عندي اياها كمان تحت التوب سيرفيس اند البوتوم سيرفيس. اوكي زي هي وان هاف بريدج فوق وان هاف بريدج تحت. في كل هاف بريدج عندك انه في تو جيتس واحده بتقيس لك ذا اكسيال واحدة بتقيس لك اللاترال. اوكي يا شباب فوق وتحت. اوكي يا شباب اوكي حلو. هلا احنا صار في عندنا ايش التنتين بيقيسوا لك the axial strain التنتين بيقيسوا لك اللاترال strain بناخذ المعدل تبعهم or the average of in each gauge. اوكي يا شباب اوكي بعد ما اطبق الفورس بعد ما اطبق الفورس او اللودينج حيصير عندي ايش راح يصير في عندك انه التوب السيرفيس صار في عندك تنشن اما البوتوم السيرفيس عندك انه صار في كومبريشن مش هيك شباب اوكي. التوب السيرفيس عندك انه صار فيه تنشن زي هيك اوكي زي هاي اللي عندي اياها هون بس اوكي شباب والبوتوم سيرفيس صار في عندك فيه ايش كومبريشن. اوكي هلا الجيج اللي بتقيس لك الاكسيال سترين طولها زاد صح اما اللي بتقيس لك اللاترال طولها قل عشان المسافه اللي عندي اياهم بتزيد اذا الطول هذا عندي اياه بقل. اوكي يا شباب نفس الاشي او بالعكس في حالة الكمبريشن الكمبريشن الريزيستنس اللي بتقيس لك اللاترال بتزيد واللي بتقيس لك الاكسيال بتقل. اوكي يا شباب اوكي اوكي طيب هلا بناخذ المعدل تبع الاكسيال اند اللاترال بيطلع عندك في axial strain وانه axial or lateral strain. اوكي يا شباب عندك في axial وانه عندك في lateral. اوكي تاخذ اكثر من تقيمة force P وقيس عند كل واحد عند كل P. اوكي حيصير في عندك داتا انه epsilon axial وعندك انه في انه epsilon lateral. اوكي برسم plot اللاترال مع ذا اكسيال راح يطلع معك كير زي هيك لينير كير السلوب تبعه اذا متذكرين في المقابل راح يطلع عندي ايش بويزون ريشيو او اللي سميناها نيو صح نيو هاي عندي اياها انه ايبسلون اللاترال مقسومه على ايبسلون ذا اكسي. اوكي يا شباب اوكي هلا بجوز نحتاج الى ماينس ساين. اوكي يا شباب اوكي اوكي مره ثانيه في اللاب
ايه بدك بدك تجيب تو هاف بريدج سيركت. كل سيركت فيها تو جيجز، واحده بحطها على التوب سيرفيس للبيب، واحده على البوتوم سيرفيس. بطبق لودينج اف اور بي فورس. التوب سيرفيس صار في عندك فيه ريتنشن، اما البوتوم عندك انه صار فيه كومبريشن. اوكي راح يطلع معك من 2 جيجز انه اكسيال استرين ولاترال استرين. يبقى غير الفورس بي، يبقى غير او يبقى غير الفورس بي منها عند كل بي، يبقى قيس ال دي اكسيال اند اللاترال، بعمل بلوت راح يطلع عندك لينير لاين السلوب تبعه عندي يا بويزونز ريشيو. اوكي يا شباب اوكي بيسكلي انه هذا كل اللي بدي اياه منك في اللاب هون. بركز هاي عندي اياها ماينس، وهاي عندي اياها ماينس، وهاي كمان عندي اياها ماينس. اوكي يا شباب راح اصلحهم في النوتس. اوكي لحد هون خلصنا، يعطيكم العافيه.